مالش بقلبي وشو اللي صار. ما بخاف لو حكيت الجنة تقلب نار. شو بخاف احكي لك شي مرة عن عذابي، اشكي لك علي قهر شبابي. هالحقيقة ولو شي نهار ما بخاف كون معك جريء أو ما انهار. شو بخاف أرضى باللي انكتب لي بحياتي، أصرخ وما حدا يسمع آهاتي. ما شو جابك لهون؟ بدي احكي معك، فيني اقعد شوي؟ ما في شي بيناتنا ينحكى. الله يخليك، بس خمس دقايق. اختصري. أنا ماني جاي إلك أنت شو عملت معي وأنا ليش هيك عملت. أنا جاي إلك إنه أي عقاب بدك إياه أنا جاهزة له. وبترجع لك بنتي. ليكك عم تعترف إنه أنت اللي خطفتها؟ لا، هذا رأيك، وأكبر دليل إنك جاي لهون. شو رأيك أنت؟ أنا بحتفظ برأيي لحالي. مثل ما بدك، بس أنا بترجاك من أم عم تترجى. ريح لي قلبي بكلمة. إذا عن بنتك ما بعرف فيه، ولو بعرف ما كنت قلت لي. ممكن على القليلة تفكر. أنا على طول بفكر. مستعدة أعمل لك أي شيء بدك إياه. أي شيء؟ سبحان مغير الأحوال. أستاذ غالب، من بعد إذنك جياتك لهون بلشت تحرجني. ليش عم تعيطي؟ طولي بالك، أنا بس بدي إياكي تساعديني. الله يخليكي. طيب لحاول بسرعة قد ما حسبتي. الله يخليكي. خلص انتظر مني التليفون. ماشي. اوعي تتركيني. ماشي بقلبي وشو اللي صار. ما بخاف لو حكيت الجنة تقلب نار. شو بخاف. اوعي تتركيني. احكي لك شي مرة عن عذاب. اوعي يمي. والله انت حسيتيني مصايب الدنيا كلها. خليكي جنبي الله يوفقك. يلا.
لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، يا روحي يا قلبي، لا ريت الوجع لقلبي يا عمي، ريت الوجع لقلبي. روحي سلامتك يا رب، دخيلك دخيلك يا ربي، دخيلك يا ربي تشفي لي، دخيلك يا ربي ما للقرا، دخيلك يا رب حاجة وجع، سلامتك يا ماما، سلامتك يا حبيبي. لا 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 يا ماما، لا لا يا روح، لا يا قلبي، توبيني توبيني. خلي الجهاز معك، أنا رايحة بكرة أشوف مان. طيب بس حاولوا تتفقوا على كل شيء، ها مو تقضوها عتاب. إن شاء الله. سلمي لي عليه، تصبحي على خير. باي يا قلبي، وأنت بخير. أنا ما بعت وراك من شاني، بالنسبة إلي غسلت إيدي منك. أمي، أمي بترجاكي، أنا تعبان كتير، عم تصيبني حالات غريبة عجيبة من نوع. فجأة بحس بدي يتعرق وقلبي بلش يدق ودق نفسي. من إيدك أمي. على كلين، مو هذا هو موضوعنا. أنا بعت وراك مشان خبرك إنه بنتك مريضة. شو بها؟ يا عيب الشوم، لو عم أحكي لك عن شي قطة مربية بالبيت كنت تأثرت أكتر من هيك. شو بها؟ شو صاير معها؟ الله لا يبليها، احتمال يطلع معها سرطان. واضح انك ما بتحبها، واضح انك رافضها مثل ما رفضت امها. تصطفل امي، انا ما بقدر اغير لك عواطفك. حس مثل ما بدك وفكر مثل ما بدك، بس عليك واجب بدك تعمله. أمي، أول ما حكيناك عم بحكي لك شو عم يصير معي. أنا ما عم فهم حالي، ما عم بعرف شو عم يصير معي. عم 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 لك عم حس بمشاعر وحسيس غريبة غريبة من نوعها، ما عم بعرف حدد أنا شو بدي. فهمت. زماني كنت قلك رضاي عليك، كانت هاي الكلمة تكفي، وهلأ رح أغضب عليك ليوم الدين إذا ما بتقوم بواجبك مثل ما لازم تقوم فيه. عم تفهم؟ ناوية تثبت عليك التهمة قبل ما تخلص عدتها. والله إذا بيطلع بإيدها لتصدق. سميحة، خليكي معها ليل نهار، راقبيها على المزبوط، اوعي تفلت مني. حاضر. أي شيء جديد بتخبريني فورا. بدك شيء تاني؟ بدي سلامتك. الله معك. عم احكي بدي خبرك انه اليوم رايح انا وغالب ناخذ حنونه عند الدكتور، ما بدي اياك تعذب حالك. طيب بس خبريني شو بصير معك. ايه ايه اكيد. باي باي باي.
دخلك إذا واحد مرته زعلانة منه شو بيعمل لحتى يراضيها؟ أهم شي يحافظ على هيبته قدامه وما ينزل لله. بس معقولة مرة عاملة بغالب هيك؟ ايه معقولة، معقولة كتير. غالب تبع زمان أنا نفسه غالب تبع هلا. مجرد قبلت أعيش معك بعد ما عرفت ماضيك يعطيك العافية يعني سلامتك. هورين ما صار شيء، فيك تطلقني. لو بدي طلقك كنت طلقتك من أول يوم تعرفت فيه عليك. عدي أنا اللي رايح، ولا بدي اعترف وما نعطيك كيف ما بدك. في مصاري بالدرج وراح روح معك للدكتور، خذي اللي بدك اياه. شو دكتور طمني؟ اللي توقع الدكتور نورس طلع صحيح. يعني في امل دكتور؟ طبعا امل بالله دوما. قصدي طبيعي دكتور. والله ما بخبي عليك وضع سيء. ما شكرا دكتور. انا اسف. مع فين شو؟ ما عم بفهم انا شو هذا الذنب اللي عملته. كل يوم في قهر، كل يوم في بكاء وحزن، كل يوم في مصيبة جديدة. حاسة حالي رح اختنق وحياة الله رح اختنق. طولي بالك طولي بالك. حتى بنته ما قرب عليها، ما باسا، ما شمها. لك ما دعا على الله الله يشفيها ولا أي شيء. شو هالزلمة هاد؟ لا يصلحك يا غالب. قلت لك احزن فيه. ما بقى عندي ثقة بحدا. كل الناس بتحكي شيء وبتتصرف شيء تاني. ميسي افترض فيكي تنسي اي شيء وتفكري بحنان. حدونا رح يبلش علاجه بهاليومين. تسمحي لي اكون معك؟ لا دكتور ما بدي اعزمك، بكفيك اليوم طلعتك قرفتي من المعهد. بلا هالبكي. لا 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 بكي ولا شيء. انت بس خبريني عن موعد الجرعات وانا بجي. اسلموا. اليوم قدمت الرخصة مش عن مدينة الملاهي. حسيت تعامل جماعتنا بالمحافظة معي متغير كتير. كيف؟ بالعادة لما بقدم لهم طلب رخصة بيعملوها خلال ساعات. اليوم قال راجعنا بعد شهر. لا معناتها هدول دريانين بمشاكل غزوان. أكيد أغبياء. الله وكيلك أغبياء. ولك هذا غزوان مثل القطاط بسبع رواح، عليم الله صار واقع ب200 مشكلة، وكل مرة بيطلع منا مثل الشعرة من العجين. إن شاء الله، لأني كثير حابب كسر روسهم لهالكلاب. راح تكسر روسهم. الو حضرتك دقائق لي مرتين، ممكن اعرف مين معي؟ انا المحامي رياض شرف الدين، في موضوع مهم بدي احكي معك. تفضل فينك تحكي هلا عم بسمعك. والله انا اسف هذا الموضوع ما بينحكى على التليفون. طيب انا مسافره وبس ارجع عم نحكي وبنلتقي ان شاء الله. اوكي بس تصلي بالسلامه خبريني. اوكي الله معك، مع السلامه. Thank you.
طلبتي نلتقي هون توقعت كل شيء لها شيء. أنا آسف. كان بس في بعرف إنك كثير حاولتي بس ما قدرتي. كل الأحوال الله يوفقك بحياتك. عادي من شان الشغلات اللي أنت جايب لي إياها. أرجوكي ما بدي أحكي فيها هلا. إذا بتريدي بدي أقعد لحالي. معقولة يا ميس؟ معقولة أنا أمك آخر من يعلم؟ أعذريني يا أمي، والله ما كنت وعيانة على شيء. وينو غالب؟ ليش ما عم شوفه بالبيت؟ غالب عنده شغل كتير يا أمي، فايت مشروع جديد وآخذ كل وقته. أكيد؟ إيه إيه أكيد. قلبي حاسسني انه في شيء. لا ما تخافي احساسك مو محل وما في شيء الحمد لله ان شاء الله. هي كمان كثير كربوجي على اللبس. تفضلي دوموزيل، جوا في تشكيله كثير حلوه وواسعه. هات البشاره. طمني. هلكت معها بس وافقت انه تلتقوا. شرفك. وين وامتى؟ بعد ساعة بنفس الكفة. طيب ماشي شكرا. الله معك. ما بدي تحاكيني شي عني؟ بدي تحكي بشروطي أول شي وبعدين شو ما بدك أنا جاهزة. طيب تفضلي تفضلي. السيارة أمر محسوم. ماشي. وبدي كمان تسجلي البيت باسمي. أنا ما بيضمن لي يمكن تقلعني مثل المرة الماضية. أنا قلعتي؟ لا تنفخلي قلبي، هذا الشرط أهم من اللي قبله. تكرم عينك. آخر طلب مادي، بدي 3 مليون ليرة باسمي بالبنك. معلش هذا الموضوع نأجله شوي، أنا إلي فترة ما اشتغلت بس لتيسر أموري المادية إن شاء الله. ولا ثانية. هلأ ما معي سيولة. بتدبر حالك. خلصت شروطك؟ خلصت الشروط المادية، لسا عندي شروط معنوية. تفضلي. أنا ما بقبل تمنعني عن أي شيء بدي إياه. يعني ممكن أقول لك مثلاً بدي أطلع مشوار مع رفيقتي، حابة أقعد لحالي، بدي أشتغل. ما بدي أسمع كلمة لا. ماشي. عظيم. شو طلباتك؟ مين هذا الشخص اللي حكيتي معه وسمعتيني صوته؟ هذا خالي يا غبي، أنا حكيت معه وسمعتك صوته لحتى جننك وترجع لبيتك ومرتك. أكيد خالك يعني؟ بتحب أخذك لعنده وأعرفك عليه؟ لا لا. إيه معناها يلا، خلينا نقوم، يا دوب لحقت تعمل لي وكالة عامة ببيت ونشتري سيارة. لا لا لا، اليوم بلاها الله يخليكي، ما عاد لحق، خلينا نأجلها لبكرة. يا خسارة. كنت حابة ارجع معك اليوم على البيت. خلص بترجعي، ما حيصير شيء إذا أجلناها لبكره. تكرم عينك، لحتى تعرف بس قديش أنا بحبك، وقديه بتمنى حافظ على بيتي. بقي عندي سؤال أخير. تفضل. كم مرة تجوزتي قبلي؟ مثل ما قلت لك. صدقي معي وصدقيني ما رح يتغير شيء. أنا صادقة، أنت يكون صادق معي. ولا حدا كذبان عليك وقايل لك شيء عني؟ لا بس أنا سمعت بإذني. ما فهمت. سمعت حديثك مع الدكتور رامي. كان جد أنت مسكين. معقول ما فهمت كلامي؟
شو هو اللي لازم افهمه؟ واضحة، أنا كنت عم تمسخر عليه. لك لكن معقول في مرة بتتزوج 30 رجال؟ لك إيه العدة ما بتكفيها؟ لا تؤاخذيني، انشغلت كثير بهاليومين ببنت اختي. الله يعافيها، طمني عنها. والله وضعها كثير صعب، يعني بدها معجزه للطيب. الله قادر على كل شيء. مزبوط. ايه بابا لهلا ما حكى ولا كلمه بتفيدنا بخصوص ريهام، بس انا اكتشفت انه عامل شغلات كثير كبيره، يعني فيني اضغط عليه فيها. شو ناطر؟ ناطر لحتى اجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات لحتى احسمها معه بسرعه. اولت امبارح رحت لعنده وما استفدت شيء. اي بعرف، حكيت لي سوسن، بس ليش ما سالتيني؟ خفت انك ما توافق. اكيد ما رح اوافق، لانه كل هذا اللي عم تعمليه ما في منه نتيجه. ما عم بقدر اقعد هيك وانطر الفرج، قلبي محروق. يا مياتا يا حبيبتي، هذا الزلمة ما في حدا بكل الدنيا بيفهم ودي، يعني لا العواطف ولا المشاعر ولا الأحاسيس بيفرقوا معه بشي. إذا بدك منه شي بدك تجبريه عليه. ليش عم تطلع فيني هيك؟ عم بقراكي. إيه لا تعذب حالك، أنا واضحة كثير قدامك. لا مو صحيح، عيونك بتقول شيء ثاني. إيه بتكون عم تقرا غلط. لا لا دغيلك اوعي، ما بقرا غلط منو. عيونك بتقول إنه مو مصدقة إمتى تخلصي مني قبل ما تخلص العدة. لا أنت غلطان. قلت لك أنا ما بغلط، على كل حال ما مهم. ليكي كرمال العيون الحلوة هاي راح أهديكي جمل. جمل؟ ايه ما بيقولوا نطيحة بجمل. تفضل. اوعك تصغري عليك وتلعبي معي. دحام بترجاك لبقى تهددني. لك ما عم هددك انا منو. قومي قومي بدلي ثيابك خلينا نمشي. لوين؟ بدنا نروح مشوار. قومي. هلا يعني كان ضرورية جيتنا لهون؟ اسكتي هلا. كتير حلوين مع بعض ولابقين لبعض. معك والله عصافير ما شاء الله بتجننوا. اسمع، اذا كنت مفكر بعملتك هي عم ترد لي الشيء اللي سويته فيك من زمان بتكون غلطان. وقت اخذت لك حبيبتك منك كانت آنسة، كانت بتول، كانت صاحبة العفاف. اما هلا عم تسترد حضرتك وهي شو؟ كتلة هم ووجع قلب تتهنوا. تعرف شو جاي على بالي؟ جاي على بالي شوف هذا اللي خرجك وعملك مهندس وابنه بنص خلقته. لك العم العم يضربه ما اجعشه، ولك كيف بيخرجك مهندس وانت ما بتعرف تحسب شيء منه؟ بعدين لما انت اخذتها ما دست على شرفي، فهمك كفايه. ولك خلاص خلاص انت وياه. لك العمى بعيونكم قرفتوني حياتي، انا ماني لعبه بين ايديكم، عم تفهموا؟ انا قرفت لانه هون في ريحه وسخه
كأنه ريحة خنازير ما فيني اتحمل هالريحة بلوب. خذوه على العمام. لعيني لعيني. عم تسكت شكلها عم تتوجع كثير المسكينة. ايه بس مو شرط يكون من المرض. لكن من شو؟ ايه ممكن 100 قصة، ممكن مغص، موجع راس. هلا ابرة المسكن اللي اعطيتها اياها بتريحها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ايمتى اول جلسة كيمياء؟ بكرة. طيب خبريني مش حروح معك. لا خليني اروح لحالي. بدي اتعود. انا شكل الشغلة طويلة. عملك شي تشربه؟ صح. لا لا ما عملت شي ولا ما عملت شي. بدي امشي اصلا. يلا بدك شي؟ حبيبتي لسه مطور مسلسلة؟ شوي. مساء. اخذت اذن وراحت على الجامعة. عندها محاضرات اليوم. صار على فكرة كنت حابة ودعها. مو بس البيت كان معتم. ليش ناوي تتركيني؟ حياتي كلها كانت معتمة بغيابك. بدي اشتغل بمكان ثاني. شو يا حاسس كأنه إلي شي 20 سنة مو شايفك. ليش لا؟ خلاص يا الله يعني صار لي سنة عم بستناك. ممكن تدوس على أي شيء بعدين بعدين. حبيبتي خلص أنت كملي. تابعي مسلسلك ما تاكلي هم انا بس خليني ما كان لازم تعرف ليلى شو عم يصير بالمكتب. طب ما راح احكي. كنت واثق فيها 100% لوب ما كنت خاف منها. لك معقول واحد يحسب حساب لاخته كمان؟ شو بحبك. انا اسف اني وقفت معك بس كانت شوية ظروف. ولا يهمك رضا تغير نهائيا صار من الاوائل بالعرب. انت مجنون شي؟ بدر اذا سمحت. لا ما بسمح. انت واحد مجنون. بدي احكي لك قصة. في رجال كان قاعد وعم ياكل وسخ ونجاسة. فجأة طلعت له شعرة. قام قرف وقلبت نفسه وبطل ياكل. ما فهمت. لسه بيقول لي ما فهمت. لك انت محكوم اعدام. شو فرق معك اذا واحدة مثل طليقتك حبت ولا عشت عليك واحد تاني؟ لو ما كان هذا الثاني يلي حبته طليقتي هو اللي وصلني لحكم الاعدام كان نص مصيبه. ايه بس هذا حكي فاضي. قال اذا كرامتك عم توجعك انت املا. وانا هون؟ بالعكس هون احسن مكان للانتقام. ما حدا بشك فيك. كيف يعني؟ رح فهمك. في عندي جماعه برا ممكن يسافروا صاحبك لفوق. بس أنا ما بدي سفره لفوق. أنا شو بدي استفيد؟ أنا بدي إياه يعترف. وكمان بيساعدوك. سيد بدر الله يرضى عليك. هلا خلينا مع المحامي. إذا ما طلع معه شيء وقتها بنفكر. طيب. ديالا. أنت إيش عم تضيعي وقتي ووقتك؟ المعلومات اللي عندي من شركة اتصالات موثقة، وإذا بتحبي كمان بجيب لك السيد عمار من لبنان يشهد معي. مدام قادر تعمل كل هذا الشيء، شو بدك مني؟ الوقت والسرعة. يا ريت توضح. قبل ما أوضح، أنت اشتركتي بشكل مباشر بقتل روعة؟ أكيد لا. أصبح أطلع من القصة، خلا تقع براس دحام. مين دحام؟ اتفقنا ما نضيع وقت. بدي فكر. اوكي فكري بس بكره باكيد بتردي لي خبر. ما بكفي. على القليل اعطيني اسبوع. اسبوع كثير. راح بعطيش بس يومين. اتفقنا؟ ما كان في داعي تعذبي حالك. رائد
المرة الماضية لما قلت لي إنك سامحتني، أنت عن جد سامحتني من قلبك؟ إذا كان اللي عملتي ساعد بشفائك، أكيد سامحتك. إيه ساعد. هاي أول مرة بعمري بندم على الشيء عملته. الحمد لله. بس بتمنى هالندم يكون جاب نتيجة. جاي مريت على السوق واشتريت هدول الخاتمه، مريت لبس المحبس تبعي. شو؟ اكيد لا. ليش؟ بس اطلع من هون بخدك رسمي اذا كان لسه بدك يعني. بس انا بدي هلا. مستحيل يا منى. معناتها انت ما كنت مسامحني وهلا ما عاد بدك يعني، ما هيك؟ لا لا هي ولا هي. ببساطة ما بقبل تعملي شيء بدافع الشعور بالندم أو الواجب. خير شوفي. المحامي عرف اني انا اللي كنت عم اتصل مع فؤاد ونسوانه وهلا عم بيهددني. كيف اكتشف هالشيء؟ ما بعرف. بس اكيد له علاقة مع الامن. وهن اللي خبروه عن اللي بعني الشرايح. مستحيل مستحيل، لو له علاقة كان الامن استدعاكي. سامر انا خايفة. شو طلب منك؟ اعترف عليكم. وانت طلبتي مهلة للتفكير؟ ما كان قدامي طريق ثاني. برافو عليك كثير منيح. أنا اليوم بحكي مع الوالد وبخبرك. المهم ما تتأخر لأنه ما معنا وقت. شو ما في دفع على الحساب؟ تفضلي. بدنا شوي ادويه هلا بتستخدموها لمده اسبوع، بعدين بنشوف الصور بالتحاليل وبنقرر على اساسها. ماشي دكتور. ان شاء الله معك اي. يسلم ايدك. شكرا كثير. شكرا دكتور. مع السلامه. حاسه حالي احقر انسانه بالدنيا. وانه ظفر رائد. والله ظفر عادل بيسوني مليون مره. معناتها بلشتت فيه. لا امي لا، حاسة حالي عم بغرق اكثر. لك انا عقلي ساعة مع رائد وساعة مع عادل. وقلبك وين؟ نفس الشيء. بس هذا مو حكي لك امي. بعرف بعرف. احسن شيء بعدي على الاثنين وتختاري، لا انه فضل عادل بحبه اكثر. شو حبيبي؟ رجعت نايف؟ بلا حبيبي بتكون رجعي، بس نحن اليوم بدنا نخليها ترتاح. ايه؟ اشتقت لها؟
اشتقنا لك. حبيبي تعال اقول لك، هلا انا وانت رح نحط شذا بالسيارة ونطلع نعمل فتلة، موافق؟ بعدين باخذكم لعند ميس نعطي فلوس. شذا يا اخي في شيء ما عم يفوت بمخي. اكيد اكيد ديالة عم تلزي. طيب شو مصلحتها؟ شو بيعرفني؟ جوز عم تحكي معنا هيك قصص مشان تبتزنا بعدين. ما بظن، حسيتها خايفة عن جد. شو العلاقة هي؟ هلا بحسسك انه انا ميت من الخوف وبكون عم بكذب. هلا شو لازم نتصرف؟ هلا لازم نتأكد أول شيء إنه هي فعلا عم تكذب ولا لا. وبعدين؟ بعدين بنبعتها لعند روى. أكيد بتكون اشتقت لها. ما بدي إياك تعصب، لازم نناقش كل الاحتمالات. خلص احكي. افرض إنه ديالة صادقة والأمن عم بتابع الأمور من تحت لتحت، ما منكون فضحنا حالنا وأنا بمصيبة؟ هلا إذا بدك تشتغل لا تشغل لي مخك. أنا مستحيل أتصرف أي تصرف بدون رأيك. أول شيء بدي إياك تلتقى مع ديالة مرة تانية وتحكي مع المحامي قدامك. أنا اشتاقوا لك كثير وبدهم يجوا لعندك. وأنا كمان اشتقت لهم كثير. بس هذا معناته إنه مو مبسوطين عنا ها؟ لا لا تحكي هيك. بيتنا وبيتكم واحد. أكيد. تاكلوا؟ لا حبيبتي لا تعذبي حالك، أخذتوا المشوار وطعميتهم سندويش. أنا بصحة وهنا. كيف حنونة؟ الله يشفيها، عم تاخذ كيماوي. الله يشفيها. ميس؟ من زمان خاطر على بالي سؤال وبدي اسالك اياه، معلي؟ ايه شو؟ انت كيف قدرانه تحبي لغالب لحد هلا بعد كل شيء عمله فيكي؟ قبل امر شيء وبعد امر شيء ثاني. ما فهمت. يعني هلا حبه خف في قلبي كثير. طيب هو خف ولا انتهى؟ مستحيل ينتهي، لأنه أنت ما بتخيلي قديش بحبه لغالب، فوق ما بتخيلي. يا أبي غالب. هلا شيخنا. عود بسم الله. شو طمني؟ إن شاء الله حليت مشاكلك. صلحت مع مرتي. الأولى ولا الثانية؟ مع الثانية طبعاً. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احكي وفضفض يا ابني. بعرف إنها عم تدمرني وراح تدمرني أكثر. بس المشكلة مشكلة إنه ما عم بقدر بعد عنها. مثل ما قلت لك بالمرة الماضية، هذه بلوة من عند ربك بسبب ظلمك لمرتك الأولى. سامر رح يوصلك على بيروت. كيفك؟ وبس أبل. توصلوا طمنوني. طريق السلامة. دير بالك عليها سامر. لعيونك.
لوين؟ عامل لك انزلي. لك لوين؟ انزلي ولا لك شبك انت شبك؟ انزلي. لك لوين؟ اخذني لوين؟ تعالي. تعالي. ايوه. لك تكلم. الو هون. لك تكلم. يا شو بدك مني؟ يا شو بدك؟